انا ما خصنيش نمر على الخبره التقنيه مره الكرام. علاش؟ لسبب بسيط، لانني اعرف جيدا ان الخبره التقنيه اثرت في الراي العام، والمغاربه انتظروها مرارا، واصبح المواطن هذا كان كيسولنا سؤال واحد، واش بو 20 واش ماشي بو 20، واش الضحايا ماشي الضحايا، كانه يريد ان يرى راي العين. فهمتوني؟ هاد القصه كامله خص المواطن المغربي يشوف بعينه واش فلان ولا ماشي فلان، فلانه ولا ماشي فلانه. طيب، التقرير هو من الوثائق التي لا زالت تلتزم بطبع السريه، اتفقنا الاخوان. وكذلك المحاكمه لم تناقش عليها. قلت انا علاش الاخوان مدافع المحامين بو 20 ولا الاطراف كامله ولا هاد النيابه العامه اللي طلبت الخبره ولا هاد القاضي اللي امر بالخبره ما فتحش النقاش تقرير الخبره باش حنا كاملين نناقشوه؟ لهذا احتفظ بذلك او اجيل الى مرحله المرافعات الى تكلموا عليها. نحن لا ندري هل المرافعات ستركز على الخبره ام سيتجاهلنا، ولكن انطلاقا من داكشي اللي كتب بعض الصحفيين، وانطلاقا من داكشي اللي دار في احدى الندوات، وانطلاقا من داكشي اللي تم اعلانه يعني امام الصحفيين ببعض المحامين اللي بينوه وشرحوه وتناولته الصور، وانطلاقا من هادشي كامل كاينه بعض الملاحظات اساسيه هنركز عليها في تقرير الخبره بوضوح. كيف ما قلت من البدايه، الخبره جواب من اجل سؤال. اذا طرحت لي سؤال خطا ساجيبك اجابه خاطئه. من الاول قلنا هالاسئله اللي طرحت يعني في الخبره، انت دابا كتجي الخبره وكتقول مثلا هذا القرص الصلب عاين لي شني فيه. انا نبسط الامور باش لان الاخوان الاغلبيه راهم شباب واخوان كيهتموا بهذا المجال التكنولوجي وكاملين كنهتموا به. انا الا جبت لك واحد ديسك دور اكسترن وقلت لك السيد الخبير شوف لي شني كاينه فيه، واش نتوما كاملين الاخوان ما تعرفوش كاين في هذا الديسك دور؟ هل يحتاج الامر الى خبره؟ انا نعطيك دابا التليفوني تقدر تقول لي عندك قد وقد الصور، قد وقد الافلام، قد وقد الميساجات، قد وقد لي لوجيسيال تفاصيل، وندير الكود ونقول لك ها الماتيريال دو كيلتيب. هادشي كيعرفوه الاخوان كاملين. اي خبره هذه التي سننتظرها اشهرا؟ انتبهوا الاخوان، ورا شهور وهي المحاكمه تاخذ من عمر الصحفي بو 20 الذي هو يتابع في حاله اعتقال، باش نتسناو واحد التقرير الخبره ما عطاناش الاجوبه اللي كيتسناوها المغاربه. يعني عاينوا هذا القرص الصلب، القاضي يطلب عاينوا هذا القرص الصلب شنو قلنا شنو كاينه فيه. انا كيظهر لي واي الاخوان كاملين سيتفقون معي على ان ابسط واحد يقدر يقول لك هذه الاداه شنو كاين فيها، شنو النوعيه ديال الملفات اللي هي فيها. الامر الثاني كيقول لك يا سيدي واش هذه الفيديوهات اللي كاينه في محضر الاستماع يعني اللي كاينه عند الشرطه واش هما المواد اللي كاينه في القرص الصلب؟ طيب انا نعطيكم فرضيه بسيطه، اذا جات هذه الفرقه وهذه الشرطه هي اللي جابت القرص الصلب، هل ستكون ساذجه الى هذا الحد حتى تقع في تناقض ما بين ما يقع في القرص الصلب وما استنسخته من 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 اقراص؟ واش نتوما واش فهمتوني ما فهمتونيش؟ الا هي الشرطه جابت المحجوزات وهي اللي دارت المحاضر، انا حجزت هذا التليفون وانا اللي درت المحضر، واش انا ساذج الى هذه الدرجه حتى يتناقض ما هو محجوز في القرص الصلب مع المحاضر؟ واش لاحظتوا تاملتوا معايا طبيعه الاسئله؟ وانا اتحدى هاد الناس هادو كاملين باش يخرجوا لنا التقرير ويخرجوا لنا الاجهزه المستعمله ويديروا لنا اون سيمولاسيون. حنا بغينا الراي العام واللجنه بغينا عباد الله شي سيمولاسيون كتبين لنا كيف تم تصوير هذه الفيديوهات. يا كاينه في المشهد العام كنديروا اعاده تمثيل الجريمه، ديروا لنا سيدي اعاده تمثيل الفيديوهات وصوروا لنا هذه الفيديوهات وسيدي حتى نطيبه يعني ونقتنع باللي هذه العمليه فيديوهات ماشي زعما بالاوصاف والتهم ما تمشيش بعيده الاخوان، ولكن على الاقل قولوا لنا هذا الماتريال كيفاش مصور؟ اين وضعت الكاميرا؟ وهل الكاميرا تحتوي بامكانها ان تسجل الصوت؟ ولا ما كانتش كتسجل الصوت انا وضع الميكرو؟ وكيفاش لقينا الكاميرا مع الميكرو مع الدي في ار؟ وشنو هي الخيوط المستعمله؟ وديك الكاميرا واش كان عندها الباور ديالها لينيرجي ديالها؟ فين هو البريز؟ والميكرو فين هو الباور ديالو لينيرجي ديالو؟ فين هو الترونسفو ديالو؟ والدي في ار خصو الترونسفو ديالو؟ وكيظهر لي بوضوح شديد وبلا ما نزيد نفصل يعني انطلاقا من كل ما قدموا من كل ما شهدوا من كل ما تسربوا من كل ما اطلعنا عليه انه للاسف الشديد تقرير الخبره لم يشكل تلك الحجه الدامغه التي تكلم عنها البعض. وانا اعتقد ان هذا هو ما سيدفع انه تقرير الخبره لن يكون بالعنصر الحاضر بقوه من خلال المرافعات.